هذا وافادت مساودة اطلعت عليها رويترز بان حركه حماس اقترحت خطه لوقف اطلاق النار مع اسرائيل من ثلاث مراحل مده كل مرحله منها 45 يوما تتضمن الخطة مبادلة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة بالأسر الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية وإعادة إعمار غزة وضمان الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة وتبادل الجثث والرفات أربعة وعشرون يوماً بعد المئة، وما زال الشعب الفلسطيني في انتظار بارقة أمل تضمد جراحه وتمنحه يوماً جديداً لحياة بلا فقد أو تهجير. من أجل تلك اللحظة طرحت مصر إطاراً لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية سعياً وراء حقن الدماء الفلسطينية ووقف إطلاق النار وتكثيف الدعم الإنساني للأشقاء العُزل ومن ثم اعاده الاستقرار والسلام للمنطقه الاطار المقترح وافق عليه الجانب الاسرائيلي وردت عليه حركه حماس بمسوده وثيقه تتضمن مقترحا لتفاصيل الهدنه فبحسب المسوده والتي نشرت وكاله رويترز للانباء بعض تفاصيلها طالبت حركه حماس بتنفيذ الهدنه على ثلاث مراحل وفي هذا الاطار تمتد المرحله الاولى لنحو 45 يوما لتبادل الاسرى والافراج عن بعض المحتجزين الاسرائيليين لديها من غير العسكر وتسليم المساعدات على ان تسمح المرحله الاولى من اتفاق الهدنه باعاده بناء المستشفيات ومخيمات اللجوء بغزه وخروج القوات البريه الاسرائيليه من المناطق السكنيه، كما اقترحت حماس اجراء محادثات غير مباشره مع اسرائيل في تلك المرحله لانهاء العمليات العسكريه واستعاده الهدوء التام بالقطاع، اما في المرحله الثانيه بحسب المسوده فاقترحت حماس ان يتم فيها اطلاق سراح جميع المحتجزين الاسرائيليين مقابل عدد معين من الاسرى الفلسطينيين وانسحاب كامل للقوات الاسرائيليه من غزه على ان تتضمن المرحله الثالثه تبادل الرفات والجثث خلال هدنه اخرى مدتها 45 يوما والى ان يتفق الطرفان من جديد وتنطفئ نار العدوان تواصل مصر جهودها الكثيفه على مدار الساعه من اجل الحفاظ على حياه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعه حتى تعود الارض لاصحابها وينتصر الحق ولو بعد حين